السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هناخد ليسون 2 من كونسبت 3 يونت 1. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لو بيعجبكم شرحي وفيديوهاتي اعملوا لايك للفيديوهات بتاعتي واعملوا اشتراك في القناة، تلاقوا زرار احمر موجود تحت الفيديو. الليسون ده سهل جدا وبسيط، هو عبارة عن اكتيفيتي فمش هياخد مننا وقت طويل خالص. انتوا عارفين انها شغالة من كتاب المعاصر، ودي صفحة 112، ويلا بينا نبتدي. هنعمل هنا اكتيفيتي بسيط عشان نوضح ايه الحاجات اللي بتعمل اتراكت للماجنت وايه الحاجات اللي هي نوت اتراكت تو ماجنت. فهو هنا جاب ماجنت وجاب رولر وجاب ايرن نيل اللي هو مسمار، وجاب الومنيوم فويل اللي هو الفويل ده بتاع الالومنيوم، وجاب بلاستيك سبون اللي هي المعلقه بلاستيك، وجاب كابر واير سلك من النحاس، وجاب ستيل بيبر كليب. جاب بيبر كليب مصنوعه من الستيل. الستيل ده نوع من انواع الايرن. وبعد كده عمل ايه؟ جاب الماجنت اهو زي ما احنا شايفين. put the magnet near each item to determine whether its material is magnetic or non-magnetic. بدأ ان هو يشوف الحاجات اللي هي هيشدها الماجنت وهتلزق فيه كده هتنجذب لي، وايه الحاجات اللي مش هيشدها. بص لاقي ان الايرن نيل اللي هو المسمار والبيبر كليب اللي هو معمول من الستيل، الستيل قلنا نوع من انواع الماجنت، attract to magnet هينجذبوا للماجنت. لكن الالومنيوم فويل والبلاستيك سبون والكابر واير اللي هو السلك not attracted to the magnet، مش هينجذبوا للماجنت. قام عامل ايه تاني؟ حط الايرن هنا في بداية المسطرة عند الزيرو، وحط الماجنت عند التين، وبدأ ان هو يحاول ان هو يخلي الماجنت يعني شد attract the iron nail. بدأ يقرب الماجنت بالراحة بالراحة بالراحة، لقى ان هو لما وصل عند المسافة ما بينهم بتكون 6 سنتي بيبدأ ان هو ينجذب للنيل، النيل ينجذب للماجنت. The magnet attracts the iron nail in the distance of 6 سنتيمتر. هو كده استنتج ايه؟ استنتج ان الماجنت attracts some metals only such as iron, nickel, copper. الايرن بيشد حاجات معينة، يعني مش كل الحاجات هو بيعمل لها اتراكت، مش كل الحاجات هو بيشدها. بيشد الحاجات اللي هي من الايرن، من الحديد، نيكل، كوبالت، دي اسامي معادن هو بيعمل لها اتراكت. The magnetic object are attracted to magnet from far distance when these objects locate at the magnetic field of the magnet. يعني ممكن يشد الحاجات البعيدة عنه زي ما احنا شفنا بينهم 6 سنتي، لكن لو هي وقعت دخلت جوه الماجنتيك فيلد، يعني هو ال 6 سنتي ده هي كده دخلت جوه الماجنتيك فيلد، فعشان كده هو عمل لها اتراكت. يبقى طالما الحاجه دي دخلت الماجنتيك فيلد هتنجذب، وهو عند ال 6 سنتي دخل كده الماجنتيك فيلد عشان كده اتراكت تو ماجنت، لكن لما كان عند ال 10 ما كانش داخل الماجنتيك فيلد فما انجذبش. يبقى دلوقتي الماجنتيك اوبجكت اتراكت تو ماجنت من مسافة بعيدة عادي، ممكن من 6 سنتيمتر 5 سنتيمتر 4 سنتيمتر أي مسافة، المهم إن هي تكون واقعة في الماجنتيك فيلد. فالماجنتيك فيلد بتاع الماجنت ده كان من عند 6 سنتيمتر، عشان كده أول لما قربناه جذب الأيرن نيل. وده هياخدنا لحاجتين، في حاجات اسمها ماجنتيك ماتيريالز وفي حاجات اسمها نون ماجنتيك ماتيريالز. الماجنتيك ماتيريالز دي الحاجات اللي بتنجذب للماجنت، والنون ماجنتيك ماتيريالز دي الحاجات اللي مش بتنجذب للماجنت. الماجنتيك ماتيريالز ماتيريالز ذات اتراكتد تو ذا ماجنت، بتنجذب للماجنت زي الايرن، نيكل، كوبالت. نون ماجنتيك ماتيريالز ماتيريالز ذات نوت اتراكتد تو ذا ماجنت زي الالومنيوم والبلاستيك والكابر والبيبر والوود، كل الحاجات دي لو قربناها من الماجنت مش هيجذبها ومش هيعمل فيها اي حاجه اصلا. هو هنا حتى جايب لنا زي اكتيفيتي كده بيقول لنا ايه فيهم الماجنتيك وايه النون ماجنتيك. ايه الجولد؟ طبعا الجولد هيبقى ماجنتيك. كاردبورد طبعا الكاردبورد هيبقى نون ماجنتيك. نيكل ماجنتيك. وود نون ماجنتيك. سوري، هو الجولد نون ماجنتيك، نون الجولد نون ماجنتيك ماتيريالز، انا اتلخبطت. جولد نون ماجنتيك، كاردبورد نون ماجنتيك، نيكل ماجنتيك، وود نون ماجنتيك. يبقى الثلاثة دول نون ماجنتيك ما عدا النيكل هو الماجنتيك. يبقى ايه تعريف الماجنتيك ماتيريالز؟ ماتيريالز اتراكتد تو ماجنت زي النيكل والكوبالت والايرن، دي اسامي معادن،
والنون ماجنتيك ماتيريالز نوت اتراكت تو ماجنت. عندنا بقى الالومنيوم والبلاستيك والوود وكابر وعندنا حاجات كتير جدا. يلا بينا نكتب الجزئيه الصغيره دي خالص على البورد ونذاكرها سوا. الحتة اللي كتبناها صغيرة خالص وبسيطة، الفرق ما بين الماجنتيك ماتيريالز والنون ماجنتيك ماتيريالز. الماجنتيك ماتيريالز دي الحاجات اللي بتنجذب للماجنت. ماتيريالز ذات اتراكتد تو ماجنت، ماتيريالز ذات اتراكتد تو ماجنت، دي الحاجات اللي بتنجذب للماجنت زي الاير نيكل كوبلت. لكن النون ماجنتيك ماتيريالز دي الماتيريالز اللي مش بتنجذب للماجنت. ماتيريالز ذات نوت اتراكتد تو ماجنت، نوت اتراكتد تو ماجنت، مش بتنجذب للماجنت زي الالومنيوم بلاستيك كابر بيبر جولد وود. كل الحاجات دي مش بتنجذب للماجنت. طبعا في حاجات تانية كتير، النون ماجنتيك ماتيريالز اكتر بكتير من الماجنتيك ماتيريالز. احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا ليسون 2، سهل جدا وبسيط، وهو عباره عن اكتيفيتي بس بنطلع منه باستنتاج صغير كده زي ما احنا شايفين. لو بيعجبكم شرحي وفيديوهاتي ادعموني باللايك واعملوا اشتراك في القناة، هتلاقوا زرار احمر موجود تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في ليسن 3 الدرس اللي جاي. مع السلامة.